اتصلت بيه الفيس قلت له ابعت لي المجموعه عشان انا هحضر في الورشه. فبعت لي الفيس فشل التنزيل ورجع بعت في الواتساب. فوصلتني يعني السبت بالليل يعني لحد الصبح قريت المجموعه. الحقيقه الاهداء واضح بالنسبه للدكتور استاذنا الاب القط وبعدين الصديق اللي هو اللي عرفته ان هو احد الاصدقاء او معلم. بالنسبه للمجموعه هنرجع للي قلنا قبل كده اللي هو الشكل، شكل القصه القصيره. طارق حاول ان هو يبتكر شكل الى حد ما اللي هو التقسيم الداخلي ثم الاقواس والفونت المختلف حسب ما قريت في البي دي اف. الفونت المختلف للحاله النفسيه للبطل لكن زودها. نقدر نقول القسم الاول الشعر بيقول يعني في الشعر بنقول ايه؟ الشعر راكب القصيده او القصيده راكبه الشعر. هنا في القسم الاول القصه او الاله الروائيه او الاله القصصيه راكبه الكاتب، فبالتالي سحت من المواضيع زي ما قلنا يومين غياب سحت طولت قوي. وفعلا يعني انا قلت العنبر ده يا جيش يا سجن يا مستشفى باعتبار التشاور. بعد في موسم قبل الجياد برضه زاد جدا، وان كنت انا بسترجع تماهي مع اجل خير الحكومه بقول في القسم الثاني رجع الكاتب يسيطر على القصه لانها قصص مفهومه. انا في رايي جرت القسم الثاني الام السيده العجوز رغم ان هي يعني نصا مع زياره السيده العجوز لكن اهو معقول. هي قصه مشهديه فيها مشاهد جيده. وصف الحاله في القطار كما نعرفها او القطار بتاع درجه ثالثه وقاعدين فوق الشبكه فلا جميل. لكن النهايه ما كانتش موفقه. يعني انا كنت متوقع ان بعد هذا المعاناه او هذا العناء مع هذه السيده ان يبقى في مفاجاه في اللقاء، لكن ان هي نزلت بمنتهى السهوله بشمم جامع الاحمد. الشموسة ايضا جيدة، يعني شمس يا شموسة رغم انك انت ما وظفتش التراث او المقصود يا شمس يا شموسة، خدي سنة الجاموسة ودينا سنة العروسة. سنة. وبعدين بيجي في البنات في النهاية بيحملوا الأسنان. القسم الثالث بدأ بقى هنا برضه نفس الكلام زي القسم الأول، يعني تفاعلت معه. المجازات أحييك بلا شك كثيرة جدا، وما فيش حاجة اسمها لغة شاعرة ولا لغة غير شاعرة. لغة الأدب هي لغة الأدب، ولكن هناك مستويات. مستوى المجاز عند طارق مبتكر وحاد وبيخربش بصراحه، يعني انا شاعر وفاهم يعني ايه المجاز والصور المجازيه، فكان له تعبيرات جيده جدا وخرج عن المالوف. يعني في بعض تحتسب لطارق، يعني عيناك العينات ساقيه في الفضاء. كان خلاص اوكي. لكن هي زادت الى حد ما. التقسيم كما زي ما قلت اللغه جيده، ولكن الاسراف في استخدام الطاوله ما يعني ما يعني هل من ضد عيب؟ لماذا هذا اللي دخلت علينا عن طريق انس عبيد؟ يعني الطاوله فغرة طاوله بينهما طاوله. عموما انا اكتسبت كاتب عارف كاتب ومش عارف يعني هل دي اول عمل او ثاني عمل ما اعرفش الحقيقه، لكن هو كاتب يمتلك ادواته ولكن لا يسرف في نقدر نقول
طريقة الكتابة يعني ينوع. يعني في قصة اللي هي فيها حوالي 50 اسم، محمد عبد الله وعبد الرحيم كذا، جميل. خرجت عن المألوف من مصمطة هو وهي والمحبوبة، إلى في تنويع في القرآن، كان زاد الشيخ أحمد مش عارف إيه وأحمد كذا، دي جيد بلا شك، كاتب جيد. أتمنى بقى أن أراك ورقيا وليس. شكرا.